عمي ليه تتعب نفسك يا مجدي؟ اتعب نفسي في ايه يا عمي؟ ده اقل ما يجب. انا عارف شعورك يا ابني، طول عمرك شهم ونبيل. انا كل اللي يهمني سعادة بنت عمي سمير. يا ابني ده انتوا اكتر من اخوات، طول عمركم متربيين ويا بعض، البيت بيتك طبعا. اتفضل يا عمي ما تسأيتش بيه. ايه مالك؟ في ايه؟ ابن عم سمير مجدي. ماله؟ دي حكايه طويله بعدين اقول لك. تعال تعال. مبروك يا سمير. مبروك يا حبيبتي. ميرسي. اهلا 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 اهلا. مبروك يا طنط. عقبالك يا حبيبتي. سميره اسمحي. سميرة، أنت خدتي صيغة؟ صيغة إيه يا ماما؟ الشبكة اللي جابها لك العريس، البروش والخاتم السلوتير، أنا مش لاقي حاجة. ما خدتش حاجة يا ماما. يا بنتي ده أنا شايلاهم النهاردة من الخزنة وحطيتهم في الدولاب عشان تلبسيهم. يمكن بابا خدهم وحطهم في الخزنة تاني. إيه؟ أسأله يا بنتي. سميرة، ده مجدي جه. مجدي، هنا تحت. جايب لك ورد. مسكين، كان بيكلم باباكي والدموع في عينيه. واحد مسكين فرد كمان واحد مفضل. كفاية كده يا مجدي. ما تخافش انا عايزك تروح. اروح ليه؟ والله انا كان من رأيي انك ما تجيش الليلة دي خالص. انت فاهم غلط يا فتحي، انا ما كنتش انفع سميرة. انت عارف ماهيتي من الوظيفة اللي بشتغلها بعد ما اتخرجت من كلية التجارة. ما تجيبش لسميرة فستان واحد. انا اللي قلت لها تتجوز سعيد، راجل غني يقدر ينقذ ابوها من الورطة المالية اللي هو فيها. انا سمعت حاجة زي كده برضه. ما تقدرش تتصور الهدايا والمجوهرات اللي مقدمها لها، ولا الديون اللي كانت على ابوها وسددها كده. وكمان هيبعت والدة سميرة اوروبا تتعالج على حسابه. يا ده لازم غني قوي. غني؟ ما عندكش فكرة غني قد ايه. ده انت اللي ما عندكش فكرة. اهلا وسهلا. انت جيت في السفر امتى؟ النهارده. الف مبروك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. والله انا فرحت خالص. ميرسي. ما تتفضل على البار تاخد لك حاجة. شكرا. ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك انت؟ اللي جابني هو اللي جابك، نبقى خالصين. سعيد عرف ان انا رجعت من اوروبا؟ الله اعلم اذا كان عارف ولا لا. انت عندك فكره العريس اشترى العروسه بكام؟ اشتراها؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ده دفعوه دم قلبه، اشتغلوا عليه كويس قوي قوي. دم قلبه هو ولا دم قلبك انت؟ انا كنت متوقع كده. انا ما كنتش افتكر ابدا انه هيختار واحده من عيله واطيه للدرجه دي. انا ما اسمحلكيش تتكلمي الكلام ده. وجنبك تبقى مين؟ انا ابن عم العروسه. ابن عمها. حقك تحط راسك في الارض. طيب يا سعاد ما تقوليش كده. اسكت انت، انا عارفه بقول ايه. ابن عمها. وعندك الشجاعه انك تقولها. عن اذنكم دقيقه واحده بس. اسمح. اتفضلي. انا لغايه دلوقتي محترمك. اسكت يا شاطر. اسكت انت احسن. وانا لسه اتكلمت، ده انا هخلي عليكم ضلمه. سعاد عيب ما صحش تقولي الكلام ده هنا. هنا ما يفهموش غير اللغات يا حبيبي. انت مين انت؟ مين اللي عزمك؟ اسكت يا شاطر يا شيخ تلهي. يا شيخ بس. انت ماسكني كده ليه؟ هتعمل ايه؟ دي واحده ست. انت خدت الصيغه اللي في الخزنه. صيغه ايه؟ الشبكه بتاعت سميره، الصيغه كلها. ازاي الكلام ده؟ الصيغه موجوده في الخزنه، انا بس النهارده شايفها. الخزنه فاضيه. اتفضل شوف. مش معقول؟ انا بقول لك مش شايفها النهارده بعينيا الاثنين. ازاي الكلام ده؟ راحوا فين؟ أنا والخنجر الأسري كمان ضاح. خنجر إيه؟ إحنا في الصيغة اللي جايبها العريس ولازم تلبسها سميرة الليلة دي. هيقول علينا إيه؟ هيقول علينا إيه؟ وأنا مالي بتوجهي لي الكلام ده؟ أنت اللي كل واحدة من أصحابك تيجي هنا تفرجيها صيغة بنتك. قولي الكلام ده لنفسك. سليمان حرام عليك. دي بنتنا اللي ما عندناش غير. ليه بس؟ ليه؟ قصدك تقولي إيه؟ انت قبل كده خدت صيغتي وكرهتها
ولما جيت اكلمك خدتيني في دوكه برضه. يا شيخة الله، هو انا خدت الصيغه اسكر بيها ولا العب بيها؟ ما هي علشانكم، ده انا طول عمري كنت بستني، ضيعت عليكم شقايا وتعبي علشان اسعدكم، علشان تعيشوا في الوسط اللي اتعودتوا عليه. ودلوقتي لما جاي ابن الحلال اللي هيسعد بنتي ومش هيخلينا نحتاج لحاجه ابدا اخد صيغتها، استغفر الله العظيم. وده ايه ده؟ ده كان في درج مكتبك، ما بتردش ليه؟ انت هتعاجبيني بقى تسرق صيغه بنتي وعاوز تفضحنا، ولما اكلمك مش عاوز اقول لك حاجه. يا ستي ارجوكي وطي حسك، لو حد من اللي بره سمع الكلام الفارغ بتاعك ده وقال للعريس تبقى مصيبه، يسيب البنت من غير جوازها. العربيه بتاعت العريس ده باين انه جه. طيب روح انت شوفي شغلك، روحي من هنا ارجوكي. العريس يسمع الحدوته بتاعت الصيغه دي. ولما العريس يشوفك من غير الشبكة اللي هو جايبها هيقول علينا ايه؟ يقول لي يقولوا بقى يا ماما. الله،